أكدت دكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن حملات مساعدات شهر رمضان العام هذا العام لم تكتفي بتوزيع كراتين المواد الغذائية فقط، هناك أيضا وجبات ساخنة للأسر وبالتوازي معها أيضا خدمات صحية واجتماعية زي تجهيز عرائس في دكان الفرحة وتقديم خدمات طبية وأدوية للمسنين. أضافت نيفين القباج يشهد العام فكرة جديدة وهي التوزيع الذكي مقدم من إحدى المؤسسات الأهلية من خلال كارت ذكي يحتوي على 150 جنيه للأسر الأولى بالرعاية، يمكنهم الحصول على كافة احتياجاتهم من أي منافذ للتموين أو منافذ لديها مكانية أو مكنة فوري، وأن الكارت يعطي الأسر الحرية في اختيار وشراء احتياجات بأنفسهم.